بيت الأحلام للديكور، تعلم واستمتع، شاهد لتستمر بالإبداع. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم رح نشرح لكم طريقة تركيب تابلو فرنسي من مادة الجبسن بورد بطريقة حلوة كثير كثير. التابلو الفرنسي اللي هو اللي بكون التابلو على الداير مع إنارة مخفية. رح أشرحه إن شاء الله بشكل مبسط، ورح نكون بإذن الكريم مستمتعين بهالفيديو، لأنه رح يكون شرح كامل 100%. حتى شغلات المخفية رح نوضحها، أو الطرق الأخرى رح نوضحها بشكل كامل. ما علينا غير نقعد ونتفرج على الفيديو، وإحنا طبعا مستمتعين ونتعلم، وما نطلع من هالفيديو غير متعلمين، لأنه إن شاء الله الشرح رح يكون مبسط جدا جدا. بشكر اللي دعموا القناة على الفيديو السابق بكلمة شكرا. طبعا اللي بيدعم القناة بأقل القليل بيساعدنا إن نستمر ونكون مبدعين إن شاء الله أكثر وأكثر، والله يعطيكم الصحة والعافية إلنا وإلكم إن شاء الله الأجر والثواب. وخلينا نشوف الفيديو مع بعض بالحذافير. والآن أول خطوة بنقوم فيها اللي هي بتأخذ من السقف من كل الجهات، اللي هو قياس 30 سنتي. 30 سنتي ليش؟ لأنه التابلو بده يركب على 40. فخلينا نتبع مع بعض نشوف ليش من كل الجهات 30. يعني أخذت من الزاوية هاي 30، من هاي الزاوية 30، ومن تحت 12 سنتي. رح نعرف ليش بنأخذ 30 ب30 ونزول 12. يعني شو معنى 12؟ ليش ما هو 13؟ ليش ما هو 15؟ تمام؟ وهيك بنلف كل الزوايا. طبعا بنأخذ 12، لأنه هنا في عمود ما بنيجي بنأخذ من فوق 30، دائما بنروح على الزاوية المقابلة أو المنطقة اللي ما فيها زيادات أو نتوءات، وبنبلش نأخذ فيها قياس اللي هو 30 بالطول وبالعرض. 30 يعني على الواجهة هاي وعلى الواجهة الثانية. تمام، مثل ما انتم شايفين هنا على الفيديو كيف بناخذ القياسات. ليش اخذناهم قياسات ما نزلناهم على الليزر؟ لانه بالاصل في عندنا سقف فلات ومأخوذ ميزان، فما في مجال ان نجيب ليزر. خلص كل اشي عندنا بكون قياسات، ما في مجال انه نجيب ليزر ونحطه بحيث انه يعطينا ليفل، لانه السقف اصلا مضروب ليفل وميزان 100%. هيك بنعلم طبعا على الثلاثينات اللي بالسقف والاسفل اللي هو 12. والان بنضرب خيط علام من الثلاثين هاي للثلاثين اللي قباليها اللي هو القياس الثاني. وبنعلم وبنضرب خيط العلام بحيث ان نركب الزاوية بدون لا زيادة ولا نقصان. وهيك بنروح على العلامة الثانية وبنضرب خيط علام على العلامة اللي قبالها من الواجهة الثانية. اذا بده يكون بعيد عن الحيط 30 سنتي عشان نضرب حديد شرشف النازل. طبعا بناخذ نفس الاشي، نضرب علام على الجدران اللي هم اللي عملناهم نزول 12 سنتي. طبعا متعارف البيوت اللي بيكون ارتفاعها 2.85 متر، 2.75 متر، 2.90 متر، بكون الشرشف نازل لتحت 12 سنتي. في الفيديوهات السابقة كنا نركب الحديد ونقولكم لازم نشبكه مع بعض، هسه نفرجيكم كيف نشبك. طبعا لانه على جبسن بورد لازم يكون البرغي بشكل مايل وما يفرك بالسقف، ايوه بالميل، والمناطق اللي فيها حديد طبعا نكرب فيها براغي ضروري جدا. والان بنقص المنطقة اللي هي على 0.30. ما بصير انك تحط زوايا
منفصلة عن بعضها، لا لازم كلياتهم شبك مع بعضه. دائما أنا بدقق على شغل تشبيك الحديد في مناطق الزوايا، ليش؟ عشان ما يكون معانا منفرج ويعطينا قوة 100%، بدل ما تكون القوة مثلا 60% 70%، لا بهذا الاشي. بين البرغي والثاني طبعا عند التكريب مش أقل من 20 سنتي بين البرغي والثاني. أيوة في الزاوية هيك براغي، وبنبلش نجمع. طبعا احنا بننزل الشرشف على 30، بنبعده عن الحيط 30 سنتي وبنخليه نازل 12. ليش؟ لانه اللوح اصلا 120 سنتي. انا لما بدي اجي انزل اللوح اقصه 12، بقطع معي 10 قطع. ليش؟ لانه هو اصلا 120 لما اسويه 12 سنتي. ولما اعمل التابلو على 30 سنتي انا بدي اعمله انارة مخفية، يعني في 10 سنتي زيادة، فبدي يكون التابلو 40. اذا اللوح بقص معي قديش؟ 3 قطع، 40 و40 80 و40 120. وعلى طريقة جمع إيه الزوايا، كله متصل ببعضه مثل ما حكينا، بعيد عن الحيط 30 سنتي، وبنكرب البرغي بالميل. والمناطق اللي فيها حديد أكيد لازم نجمعها، يعني هاي فواصل الحديد هنا لازم نجمع فيها برغي. ليش؟ لأنه هاي منطقة فيها حديد، على عكس المناطق اللي فيها بس جبسن بورد لحاله، فبتكون أضعف. ولكن أنت لما تعملهم عشرينات ما راح يكون مغلبك، وراح توثق إنه السقف راح يكون قوي جدا جدا. طبعا التابلو الفرنسي الناس كثير بتطلبه، وهو أساس للجبصين. يعني في عندي فيديوهات سابقة عن كيف تركب الجبصين على التابلو الفرنسي، فبنصحكم انكم تشاهدوا لها الفيديو. والآن بنركب زوايا الحديد من الأسفل. طبعا شو المعدات اللي موجودة عندك للتركيب؟ ركب عليها، يعني معك برغي وإسفين، معك فرد طلقات، معك الفرد اللي أنا بستخدمه اللي هو فرد الهواء الإسمنتي. هاي حريتك الشخصية، شو اللي متواجد ببلدك اشتغل عليه. إذا مش متواجد ببلدك حاول اطلب عن طريق أمازون مثلا. بس المشكلة إنه أنت بتجيب فرد زي هيك بس ما في إله اللي هو الطلقات تبعونه، فهاي راح تواجهها مشكلة. هيك بتحط يم على صفر الخيط العلم. حكينا في البداية انه احنا بنركب او بناخذ قياس اللي هو 12 بدون ليزر او بدون بربيش شغلة. ليش؟ لانه اصلا السقف اللي فوقيه معمول ليفل، يعني ماخوذ قياس 100%. ولكن لو ما كان في سقف جبسن بورد اللي هو فلات، لا انت مضطر انك تضرب اما ليزر اما خيط او بربيش شغله. طبعا لما تعمل على سقف زي هيك الحديد بالضبط، هيك خلصناه وجمعناه. لما تعمل السقف لازم تستخدم الادوات المطلوبة منك. والان بنقصقص او بنعلم لوح الجبسن بورد على 12، مثلا 12 24 36 48 60 72، وهيك لما تخلص لآخر اللوح اللي هم علامات. طبعا أنا بجيب حبتين أوميجا ترك أو حبتين سي، بركبهن ببعض بحيث إني أخذ علام من بداية القطعة لآخر القطعة عشان أقصص عليهم. أفضل من إنك تحط خيط علام، بتوازن النقطة على النقطة وبتبلش تقص اللوح. أهم إشي العلام، إذا أنا أخذت من اليمين اللوح مثلا، بلشت من اليمين 12 تمام من قدام، ارجع من الخلف اخذ من اليمين 12، ما اخذ من اللوح من الجهة الثانية
هاي نقطة كثير كثير مهمة. طبعا القص بالمشرط مثل ما بتعرفوا أكيد بتابعونا معاليم ومحترفين، هم أصدقائنا وإحنا بنتشرف فيهم وبنتشرف بالشباب اللي بياخذوا معاهد أو مدارس مهنية بيشوفوا نظري وبيشوفوا عملي. طبعا أنا متشرف بصداقة الجميع، ممتع جدا إنه إلي أصدقاء في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي العراق الحبيبة وفي السعودية في الدول الغربية، طبعا معظم عرب الحمد لله رب العالمين. طبعا بنرفع اللوح زي هيك بعدين بننزله شوي شوي عشان ما يكسر معانا وهو فوق. شوفوا كيف الطريقة، بتحط ايدك ايوه وبتنزل بعدين بتبلش تطقطق باللوح وبالمشرط نفس الاشي، بتبلش تقص فيه على 12. بعد ما تقصه على 12 طبعا بتجيب الفارة بتحف النتوءات الزايد اللي فيها اللي هي فارة الجبسن بورد، هاي ماكينة حف. بعدين بتبلش تجمع شراشف الجبسن بورد، اسمها شراشف طبعا هو كله جبسن بورد بس لهن مسميات، على الزاوية اللي راكبة بالسقف. بالطريقة المعتادة يكون بين 25-30 سنتي بين كل برغي وبرغي، وأهم إشي البرغي كمان ما يدخل للآخر ولا يكون بارز، يعني إذا بكون مسح مع قطعة الجبسن بورد مشكلة، عشان المعجونة لما بدك تمعجن ببين إنه في نتوء زايد، وإذا بتدخل للآخر غلط برضه تعطي ضعف لقطعة الشرشف. فالأصل إنك تدخلها 1 ميلي 2 ميلي نظري، بشكل نظري إنه البرغي يكون داخل بالطريقة هاي. طبعا البرغي لازم يكون برغي سن صاج أو يعني سن صاج سن ناعم، سن صاج سن ناعم، لأنه السن الخشن هو بكون للخشب. البراغي هذول السود تمام، في منهم لا اللي هم السن صاج لا الجبسن بورد، في للخشب اللي للجبسن بورد سن ناعم، ضلوا حافظينها. شوفوا كيف مسكر مع السقف 100%. هاي تضغط بالطريقة هاي وببلش يجمع معاك ويتشكل تشكيل وكأنك بتجمع بحبات دومينو على السقف اللي هو السقف الوهمي. والآن بنكون جمعنا كل الجبسن بورد. الخطوة الأولى ركبنا زاوية تحت زاوية فوق، جمعنا الجبسن بورد اللي هو الشرشف تمام. شوفوا كيف في فراغ بين القطعة والقطعة الثانية، عشان هيك دائما أنا بحكي لكم لازم يكون الحديد جامع بين القطعة الأولى والقطعة الثانية، حتى لو كان في قطع بالوسط لازم يكون في بيناتهم جمع بين القطعة والقطعة تمام. شوف كيف الزاوية زايدة وهيك البرغي نفس الاشي قاعدين بنجمع فيه. بالمناطق هاي مع حفت الجبسن بورد لازم يكون الزاوية راكبة. والآن بنقص الزاوية مش قص كامل عشان نجمع القطعة بالقطعة عشان النتوء يختفي ما يبين مايل، يكون ميزان 100%. ايوه هاي شديناها على بعض، عرفتوا ليش؟ هاي النقاط، هاي الخفايا بين شغل واحد معلم وشغله مبين مش معفشك، واحد شغله 100% صح، لانه اذا كان راكب مايل الزاوية راح تكون مايلة، راح يكون اللوح مش راكب على اللوح. الجمعات هاي والطرق هاي
مهمة جدا. والآن بنبلش نركب الأربعينات على شرشف الجبسن بورد اللي هو البطن. هذول الأربعينات بكونوا راكبين من وين؟ من الأسفل. أيوة بالطريقة هاي بنبلش نركب بالتابلو السفلي. أيوة وبنجمعه من زاوية الحيط لا تحت الشرشف. ليش ركبنا احنا الزاوية على الشرشف وزاوية على الحيط؟ عشان نركب عليها التابلو اللي هو السفلي اللي بدي يركب عليه الإنارة المخفية او السبوت السفلي. في سبوتات بتركب اللي هم للإضاءة. ايوه بنجمعهم بالطريقة هاي وبنبلش نجمع التابلو بشكل كامل. مثل ما حكينا انه البراغي لازم تجمعهم في عندك فواصل ما بتتقيد فيهم بقياس، بس ما تكون بعد اكثر من 30 سنتي بين البرغي والثاني. والمناطق اللي فيها زوايا لازم تعزز فيها براغي، سواء كان بينها وبين الثاني 10 سنتي 5 سنتي مش مشكلة. والان بنكون ركبنا المرحلة اللي بعديها اللي هو تابلو على الدائر كامل، ونزلنا مكان البربيش، بربيش الكهرباء حفرنا بالحيط. طبعا بعدين بتسكر هذا بجبصين، وبعدين معجوني ومعجوني وجبصين وفيلر، بحيث انه يرجع الحيط على شكله الاصلي. وهي مناطق اللي فيها العمدان بدون ما تقص الزاوية والزاوية، لا تفريغ بتعمل بلوح الجبسن بورد. والان نفس السيستم، بتجيب زاوية وبتقصها من طرف واحد عشان تجمع للإنارة المخفية اللي هي قياسها 5 سنتي. طبعا احنا قلنا الشرشف 12 سنتي، التابلو من تحت 40 سنتي. والآن بتركب الزوايا وبتخليهن مجموعات مع بعض. الجمع مفيد جدا، دائما انا بدقق على الجمع عشان يكون كل اشي منتظم وقوي بنفس الوقت. هاي جمعنا البراغي، وراح نركب الخمسات ان شاء الله الان بعديها مباشرة بعد ما نلف على السقف كامل. هاي المنطقة اللي هي بنركب فيها الانارة المخفية اللي هو الليد، عشان يعطيني اضاءة ومنظر جمالي جدا. هالفيديو ممتع جدا، استمتعنا مع بعض، وإن شاء الله كوننا صداقة. اللي بتواصلوا معي على الواتساب طبعا رقمي موجود على الواتس، أي استفسارات أي شيء بنقصكو أنا إن شاء الله بالخدمة، وأخوكو. أي فيديو بدكو تتعلموه إن شاء الله مع بعض نتساعد، وبننزل الفيديو التعليمي اللي بدكو إياه، سواء كان UV، PVC، جبسن بورد، دهانات بأنواعها. رح نعمل سلسلة كاملة للدهانات إن شاء الله، بس لقدام شوي، واحدة واحدة. حاولوا شاركوا الفيديوهات، دعموني هيك الدعم، الدعم إنك أنت تشارك الفيديو، تشيره، تحكي لأصحابك عن إنه في قناة زي هيك. طبعا هاي القناة مثلها مثل اللي بيبني مسجد، مش زي اللي بيبني مسجد، أقل بشيء بسيط، ولكن يعني فيها أجر وفيها ثواب إن شاء الله أنها تكون خالصة لوجه الله عز وجل. أنت لما تيجي تشارك الفيديو هذا وواحد يتعلم الديكور عن طريقك، أقسم بالله العظيم إلك الأجر والثواب يم أبدا. وإن شاء الله إحنا إلنا الأجر والثواب يا رب، إنه واحد يتعلم تونس وأنا في الأردن أو في الجزائر أو في ألمانيا وهو متعلم طريقة التركيب وإنت بعيد عنه. والله العظيم هاي المتعة، هاي صدقة جارية انت اللي بتساعد فيها واحنا بنساعد فيها ونتساعد مع بعض. دلوا الناس عليها هالقناة، الله يبارك بعمها. هاي الخمسة سنتي بلشنا نركب فيها ونجمع فيها عشان نخفي الحديد ويبين الانارة المخفية. هذا هو مبدأ التابلو الفرنسي، خطوة اولى ثم ثانية ثالثة رابعة وخامسة. شفتوا الفيديو بحذافيره؟ طبعا بعد هيك بينجمع وبتخلص جمعه، بعدين بيتمعجن وبيندهن، بيجي الكهربائي بيشتغل شغله وبتشطب تشطيبك 100%.
ايوه بترفعها زي هيك. يا سلام، مستمتع مستمتع معك جدا جدا يا اخوان، والله العظيم صداقة كنز لا يفنى. الحمد لله رب العالمين على نعمة اليوتيوب اللي رب العالمين اتاحها لنا وخلانا نعلم عن بعد، وان شاء الله انا اقلك قدرا، ويا رب انه تكثر الصداقات وتكثر الصحبة بيناتنا، والله يعطيك الصحة والعافية يا رب. لا تنسونا من صالح دعائكم في كلمة تحت اسمها شكرا أو انتساب، يا ريت تدعمونا في القناة، والله يعطيكم ألف ألف عافية. سلام عليكم. كانت المسافات تفرقنا، فبيت الأحلام للديكور يجمعنا، وتذكر الاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد.